من وراء الكواليس. نرصد أحدث أخبار النجوم آخر أعمالهم الفنية، إثارة، متعة، تشويق، على مباشر اليوم السابع. الخبر من قلب الحدث. مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير عليكم واهلا بكم معنا في يوم جديد ونشرة فنية جديدة بنقدمها لكم من خلال اليوم السابع مباشر. اول خبر معنا النهاردة هيكون عن الفنانة التونسية هند صبري. الفنانة هند صبري بتبحث حاليا عن بطل يشاركها مسلسلها الجديد في نتيجو. اكدت النجمة التونسية هند صبري اليوم السابع انها بتواصل حاليا قراءة دورها في مسلسل جديد بيحمل اسم في نتيجو هتخوض به السباق الرمضاني المقبل. المسلسل هيكون من اخراج المخرج عثمان ابو لبن، وهو هيكون من انتاج شركة الشروق للانتاج الاعلامي، وده هيكون تاني تعاون ليها مع الشركة بعد ما تعاونت السنة اللي فاتت في مسلسل عايزة اتجوز. كمان اكدت هند صبري ان المسلسل في روتيجو مأخوذ عن رواية للاديب الشاب احمد مراد، وفي روتيجو هو ده اسم بار هيكون محور احداث العمل. تاني خبر معانا عن الفنان مصطفى شعبان. الفنان مصطفى شعبان هيبدا تصوير مسلسله الجديد الزوجه الرابعه يوم 22 فبراير. المنتج ممدوح شاهين صرح اليوم السابع بان الفنان مصطفى شعبان هيبدا تصوير اولى مشاهده في مسلسله الجديد الزوجه الرابعه يوم 22 فبراير اللي جاي، وقال ان حاليا في جلسات عمل بينه وبين مخرج العمل مجدي الهواري والسيناريست احمد عبد الفتاح علشان يستقروا على الشكل النهائي للمسلسل. بيشارك في بطوله المسلسل الفنانه علا غانم والفنانه لقاء خميسي وحسن حسني وإدوارد، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين ما زالوا في مرحلة الترشيح. الفنان عزت العلالي كمان هيبدأ تصوير مسلسله ويأتي النهار في منتصف فبراير اللي جاي. تفاصيل خبر بتقول ان الفنان عزت العلالي صرح لليوم السابع بانه هيبدأ تصوير اولى مشاهده في مسلسله ويأتي النهار، واللي تم تغيير اسمه من ربيع الغضب العربي الى ويأتي النهار، وده هيكون خلال شهر فبراير اللي جاي. بيجري حاليا المخرج العمل محمد فاضل المعاينات النهائيه على المشاهد واللي هيتم تصويرها في فبراير، وبيجسد الفنان عزت العلالي ضمن الاحداث دور محامي بيواجه فساد المسؤولين في عهد النظام الفاسد. كمان معنا خبر عن الفنان عن فيلم مصور قتيل. الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابه صرح اليوم السابع بان الرقابه اجازت عرض فيلم مصور قتيل للفنان اياد نصار، وده بدون اي ملاحظات، وده بعد ما تردد انباء بان الرقابه اعترضت على الفيلم علشان بيخالف الشريعه الاسلاميه. قال خطاب كمان انه اعجب بفكره الفيلم جدا ومفيش اي حاجه ممكن تخالف الدين ولا الشريعه الاسلاميه داخل الفيلم. اما الفنان يوسف الشريف فبرضه انتهى من تصوير 10 ساعات من مسلسله زي الورد، وتفاصيل الخبر بتقول انتهى الفنان يوسف الشريف من تصوير 10 ساعات من احداث مسلسل زي الورد، وبيستعد المخرج سعد هنداوي حاليا للسفر للبنان خلال الايام القليله المقبله لتصوير عدد من المشاهد هناك. المسلسل مكون من 120 حلقه وبدون مجموعه كبيره من الفنانين، منهم يوسف الشريف والفنانه التونسيه دره وصلاح عبد الله ومحمد نجاتي، والمسلسل من تاليف فداء الشندويلي وانتاج صادق الصباح. هنروح دلوقتي لأخبار الغنى. الفنان علي الحجار قرر طرح ألبومه ضحكة وطن يوم الجمعة اللي جاي. الألبوم هيكون موجود في منافس البيع وفي منافس البيع يوم الجمعة اللي جاي، وخليني أقول لكم تفاصيل الألبوم. تفاصيل الألبوم إن الفنان علي الحجار هيهدي كل الأغاني لكل النشطاء السياسيين في أغنية اسمها بسمة الأزهر، ده هيكون لشهيد الأزهر، إهداها لشهيد الأزهر عماد عفت، وأغنية أحلام بسيطة مهداة للشهيد مينا دانيال، وست الحسن للفتاة اللي تم سحلها في أحداث محمد محمود. كلمات الأغاني بتاعة الألبوم لناصر رشوان وألحان أحمد الحجار وخليل مصطفى وأحمد حمدي رؤوف.
اخر خبر معانا النهارده عن الفنانه العالميه مادونا. بتستعد مادونا حاليا لاطلاق البومها الغنائي الجديد واللي هيكون بعنوان مادنا في شهر مارس اللي جاي. الالبوم بيضم 8 اغاني بعد غياب دام 5 سنوات كامله، والالبوم من انتاج مادونا وويليام اوبيت ومارتين سولفيش. وكمان مادونا هتطلق اغنيه قريب جدا سنجل هتكون بعنوان جيف مي اول يور ليفن، وده هيكون في 7 فبراير اللي جاي. مادونا استلمت مؤخرا جائزة افضل اغنية بفيلم سينمائي لفيلمها WE بالجولدن جلوب، والفيلم كان اول تجربة اخراجية ليها ومن بطولة ايباي كورنيش واوسكار ايزاك، وهو كان دراما رومانسية. مشاهدينا في كل مكان بكده خلصت نشرتنا النهاردة، استنونا بكرة في نشرة فنية جديدة ويوم جديد من خلال اليوم السابع مباشر. اليوم السابع مباشر، الخبر من قلب الحدث.